الزوجة لها حاجاتها، لا الفراش ولا الحاجة الجنسية ولا، لا تقول مطوع، ما هذا دين هذا. عمر الخطاب دخل على حفصة، فعمر الخطاب ماشي سمع امرأة تقول طال هذا الليل واسود جانبه، أرقني ألا خليل ألاعبه. واحدة تنشد تقول طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله رب أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر الخطاب شو بلا هذه؟ قال هذه زوجها انت بعثت لأحد الثغور. دخل عمر بن الخطاب على حفصة وبنته، قال المرأة كم تصبر على بعد زوجها، يقصد الحاجة الجنسية. قالت يا أبي أو مثلك يسأل هذا؟ قال أجيبي. استحت حفصة، قال الرجل المرأة كم تصبر على بعد زوجها، تريد حاجة جنسية، لا تقول لي الدين والدين وحياء وشيخ يا شيخ، لا دين هذا، اسمع دين. عمر بن الخطاب قال كم تصبر؟ قالت يا أبي أو مثلك يسأل؟ قال عمر أجيبي. قالت 4 شهور. فأصبح عمر بقرار حفصة لما حرمة أصبح يبدل الجيش كل 4 شهور يشوفون حريمه. فلما تأتي المرأة بعدها صبية وعندها حاجاتها التي تريدها ويصاب الرجل بعجز كامل، فيأتي يخيرها، هي عاطفة توافق، بعد 4 شهور 5 شهور 6 شهور سنة تصبح تريد حاجتها، فتصبح تتنفر على الزوج وتعلي صوتها، هي بين قوسين تريد الطلاق، تريد خلاص تركني، أنا أريد أشوف حياتي، عسى الله يبعث لي زوج يقضي وطره معي وأخذي وطره معي، هذا ما هو عيب، والله العظيم هذا ما هو عيب. فالزوجة إن صبرت جزاها الله مليار خير، الله يجزيها الخير. لكن بعد الزوج لما يأتي يقول أنا تعرضت لمصاب والزوجة صبرت، لكن الآن ترفع صوتها تتنفر علي وما تسمع كلامي وتسبني، معروف ما تريد، خلاص تريد أن تطلق، خلاص اعتادت وعرفت أن هذا البلاء سيستمر السنوات ويبعدها عروس صبية. فلهذا الرجل يجب أن يكون حذقا، الرجل يجب أن يكون حذقا. أبو حنيفة دخلت عليه امرأة عندها تفاحة حمراء مع شوية خضراء، فأعطته هكذا فقلبها وقال هكذا، نصات شو بلا؟ قال سألتني عن حكم الحيض ومتى الطهارة، استحت، لكن فهم بالتفاحة، فهم. فالرجل يجب أن يكون حذقا، يفهم ماذا تريد، ليس كل شيء يعبر عنه بالكلام، فحياء المرأة يمنع. فهي تقول له أنا ما أريد، خلاص أريد حاجتي كذا، أنا طلقنا أريد أتزوج، بقول والله طلبت مني أتزوج هن تطلق. يجب الرجل يكون حذقا يفهم هذه حاجات الله جبلنا عليها ووجدها فينا، ليه نكذب على بعض؟ احنا ما احنا ملائكة يا اخوان، يا شباب احنا ما احنا ملائكة، لا تمثل لي دور ملك وانت من طين، لا تمثل لي دور ملك وانت هذه حاجة الله جبلك عليها، لا تأتي بدور الملائكة عندي، لا تأتي بدور الملائكة عندي. ما الصحابي وقع في الزنا رضي الله تعالى عنه، الغامدية صحابية وقعت في الزنا رضي الله تعالى عنه، حاجة وتاب الله عليهما، فما ظنك حنا لحنا الصحابة ولا كذا، والمرأة زوجها عاجز وتريد. فأرجوكم انظروا للإسلام بمنطلق ليس عبادة بس، والله الدين ما هو بس عبادة، أقسم بالله ديننا ما هو بس تروح المسجد وتصلي وتخطب جمعة، والله ديننا جاء ليلبي حاجاتي بطريق صحيح. تريد حرمة تزوج ما كفى في الثانية، عندك مشاكل طلق أو إمساك، فإمساك معروف وتسريح بإحسان، عندي ابن وقع يريد هذه طلقها، ربك يقول كذا، الله يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، دينك جاء يلبي ينظم حياتك. فما يصلح أنت منك تنظر بس الدين عبادة وتريد المرأة تطيعك، زين المرأة لها أطوار نفسية، لها طور. حنا الرجال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتجم 15 17 19؟ ما فكرت فيها، ليه أمرنا؟ ليه؟ حنا عندنا أطوار، كما المرأة أطوار، المرأة في العذر الشرعي ما تطيق نفسها، لا طور، ويوم تطهر وتريد من يشعرها بأنوثتها، والرجل كذلك له أطوار. فنحن مزاجيين، اللي يقول لك أنا ما مزاجي، لا أنت مزاجي ونص، أنت مزاجي. فالمرأة لما ترى حلالها ما يلبي حاجاتها فتريد أن تلمح لها يا أخي اتركني. فيجب أن نكون بهذه العقلية، دينك ما يجبر رأسين على وسادة واحدة، ما يجبرهم، والله ما يجبرهم دينك، بالعكس دينك يأمر بالتوافق والانسجام. ولا ليش شرع الخطبة؟ توافق وانسجام قبل ما تدخل بيتك، ها انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما كما قال عليه الصلاة والسلام،
مو خبط لزق واقشط واربح حولي زوجتي. من انت؟ انا زوجتك. انت زوجتي ولا صديقي حسن؟ لا انت انا زوجتك. لا هذا في الدين ما هو عندنا. اي ما يشوف ليله زفاف هذا ما هو عندنا. هذا عادات تقاليد الاسلام ضدها. دينك تنظر الى فتره الخطوبه تجلس معها وتسولف وياها، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ادرك وكن راشدا واعلم انت بعدك صغير والله يشافيك ويعافيك، وربما طال المرض امدا بعيدا. فأتمنى رسالتكم وصلت.